أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من مشاركة، البرنامج الذي يعنى بالقطاع المالي الإسلامي. أبرز العناوين في هذه الجولة: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يناقش التأثيرات الضريبية الدولية على صناعة التمويل الإسلامي، والمنظومة الدولية للتوعية في المالية الإسلامية تبحث في التحديات المطروحة أمام الصكوك الذكية والمعاملات الرقمية. بالتعاون مع برايس ووترهاوس كوبرس، عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ندوة حول تطورات الضرائب على الصعيد الدولي وتأثيرها على صناعة التمويل الإسلامي، وناقشت الآثار الضريبية وأسعار التحويل في قطاع التمويل الإسلامي والعلاقة بين استراتيجيات تخفيض الرسوم الضريبية عبر تحويل الأرباح إلى مواقع منخفضة أو خالية من الرسوم. كما اهتمت الجلسة ببحث أهمية الخدمات المصرفية الرقمية في الوقت الراهن وتأثيرها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تجدر الإشارة إلى أن المجلس هو منظمة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأسست في 2001 ومقرها البحرين. إذن أتابع ذلك وأرحب بضيفي من الرياض الدكتور عبد الإله بالعتيق، وهو أمين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد الإله، ودعنا نتحدث عن تحديات التمويل الإسلامي وعلاقتها بتطورات الضرائب. كيف نحدث هذا الربط؟ شكرا على الاستضافة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، وفي الحقيقة يعني موضوع الضرائب والتأثير والتطورات العالمية حول الموضوع لا تخص يعني بالتحديد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. يعني نحن شهدنا في الأشهر السابقة وقبل ذلك كذلك يعني عددا من المبادرات الدولية حول محاولة تفعيل يعني نوع من الضرائب تكون أو حد أدنى من الضرائب عالميا في على كل الشركات، وبخصوص الشركات التي تعمل عبر الحدود. ولهذا يعني شفنا يعني رأينا أنه لازم نحن لا ننتظر حتى يقع يعني المشكل للحديث حوله، وجمعنا في إطار الجمعية العمومية والاجتماعات السنوية للمجلس العام جلسة خاصة حول الموضوع إظهار ما مدى أو يعني إمكانية حدوث أشياء يمكن أن يكون تأثير لها على المؤسسات المالية عموما وعلى المؤسسات المالية الإسلامية كذلك. مثلا تتبعون المواضيع الدولية، لاحظنا عددا مثلا حتى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والOECD أو المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة يتكلمون عن جعل حد أدنى للضرائب دوليا حتى في الدول التي لا توجد فيها ضرائب الآن. وسمعتم كذلك إدارة الرئيس الأمريكي بايدن يتحدثون عن ممكن جعل حد أدنى للضرائب لكل يعني في الدول يكون حد توافقي في إطار 12.5% أو شيء من هذا القبيل. يعني هي كلها نلاحظ أنها تطورات، نعم، وممكن أن يكون عندها تأثير، نعم، يعني الاستحسان التحدث حولها. صحيح صحيح سيد عبد الإله، ولكن نحن يهمنا في هذا السياق أن نتحدث عن المؤسسات المالية في الخليج وكيفية تأثرها بهذا المبدأ، خاصة الإسلامية. يعني طبعا تحديدا في الخليج كما تعلمون يعني نسبة الضرائب على الشركات هي يعني ضعيفة أو غير موجودة، ما عدا في السنوات الماضية القليلة التي بدأت القيمة المضافة تستعمل. لذلك وممكن يكون عنده تأثير إذا تم تطبيقه، لكن حاليا يعني لا يوجد توافق دولي حول الموضوع. لكن من اللازم أن تكون عند البنوك الإسلامية يعني خطة استباقية لتطرق للموضوع، لأن هذا الموضوع بالخصوص موضوع الضرائب الدولية يستوجب يعني التوثيق
كثيرا من التوثيق والإفصاح، وهذا يجب ممكن يأخذ وقت للتحضير له. لذلك يعني من واجبنا أن نتكلم مع البنوك للتحدث حوله. فيما يخص البنوك الإسلامية خصوصا، هي يعني تشتغل عادة بأصول نوعا ما مختلفة، وعندها مثلا تستعمل في بعض عملياتها عقارات أو يعني بعض التجارات الدولية والسلع. هذا ممكن يكون كذلك عنده بعض الخصوصيات فيما يخص التعامل الضريبي معه، ويجب أن نتكلم حول هذه الموضوع طبعا لكي لا نقع في المشاكل في المستقبل. نعم، إذا دعنا نتحدث عن الممارسات الدولية فيما يتعلق بالاستدامة على وجه الخصوص وكيفية إسقاطها على واقع المالية الإسلامية. وحبذا لو تحدثت عن دور مؤسستكم ومجلسكم في تبني هكذا توجهات. نعم شكرا. هذا في الحقيقة موضوع من عنده أهمية يعني قصوى حاليا بالنسبة للمجلس العام وبالنسبة لكل الدول، يعني عدد من منذ أو قبل إصدار منظمة الأمم المتحدة طبعا أهداف التنمية المستدامة 2015-2030، وهي يعني نوعا ما كل الحكومات تشتغل حول الموضوع. ومنذ سنتين ثلاثة يعني أقروا أنه في خصاص يعني حاد في تمويل هذه الأهداف والوصول إلى الأهداف في إطار 2030، ولذلك طلب من القطاع الخاص كذلك أن ينضم إلى هذه المبادرة. ونحن في المجلس العام منذ سنتين أو ثلاثة بدأنا العمل في إطار شراكات مع مكاتب الأمم المتحدة يعني إقليميا، لإظهار رغم أنه طبعا البنوك الإسلامية مدى اشتغالها وارتباطها بالاقتصاد الحقيقي هي عندها طبعا نوع من الارتباط البنيوي مع التنمية المستدامة، لكن رغم ذلك فيما يخص التبيانات التي نقوم بها دوريا مع البنوك لاحظنا أنه في بعض الأحيان ممكن هناك سوء فهم أو عدم فهم بعض المفاهيم وكيفية تطبيقها على الواقع بالخصوص. لذلك بدأنا في المبادرة مع الأمم المتحدة ومع مثلا مبادرة الدولية لبصمة الكربون، لقياس بصمة الكربون، ونشتغل حول الموضوعين. من جهة أقمنا إنشاء مجموعة عمل للاستدامة التي تضم 25 مؤسسة أو 25 بنك، والهدف هو التحضير لدليل لتنزيل التنمية المستدامة في القطاع المصرفي الإسلامي. نعم. بدأنا اشتغلنا حتى في هذه اليومين، كان عندنا افتراض وإن شاء الله في الأسابيع المقبلة أو الأشهر المقبلة سيكون لدينا دليل في يعني بمؤشرات كيفية تطبيق التنمية المستدامة في القطاع المصرفي الإسلامي. نعم. سيد عبد الله، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر. أنت تعلم أن جائحة كورونا فرضت متغيرات جديدة على الواقع، وكانت الرقمنة إحداها باعتبار أنها مهمة ولكن ازدادت أهميتها إن لم تكن تصل إلى درجات كبيرة. حدثني عن هذه المتغيرات في المؤسسات والبنوك المالية الإسلامية، وإلى أي مدى كانت هي مهيئة من حيث البنية التحتية لتلبي هذه المتغيرات؟ والله يعني في الحقيقة احنا بدأنا الكلام مع البنوك والمؤسسات المالية في حول الموضوع الرقمنة منذ عدة سنوات، لكن كنا نلاحظ أن هناك نوعا من البطء في التجاوب مع هذه الأشياء فيما يخص العملات المشفرة والتعامل مع الزبناء وأشياء كثيرة. لكن تفاجأنا حقيقة في السنة الماضية مع بدء الجائحة أنه كان عدد من البنوك لها سرعة في الحقيقة كبيرة في التعامل مع الجائحة وتنزيل إجراءات للرقمنة والتعامل مع الزبناء عن بعد في ظرف قياسي، حتى أنه كان عندنا يعني الاستبيان الدوري كذلك الذي نقوم به، وكان موضوعه هو الرقمنة في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وكيفية التعامل مع الجائحة. جعلنا يكون جائزة المجلس العام لهذه السنة في القطاع المصرفي
كانت حول تبني التكنولوجيا في القطاع المصرفي، وكذلك التعامل مع جائحة كورونا. يعني وجدنا أنه عدد من المشاريع التي كانت هي ممكن مبرمجة في إطار 3-5 سنوات مستقبلية يعني بنظرا للجائحة تم البدء فيها واستكمال كثير منها، وعدد كذلك من البرامج هي في إطار التطبيق. أنا أشكرك ضيفي ومحدثي من الرياض الدكتور عبد الإله بالعتيق، وأنت أمين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، شكرا لوجودك معنا في مشاركة. يعد البيع